ايوه يا عم خارج بتحضن فجأة. عشان فريق الحمد لله على السلامة. خلاص يلا يلا بينا. فين؟ تعال. رايح فين؟ بطاقتك. بطاقتي ايه؟ بتعمل ايه؟ اسكت. الحمد لله على السلامة يا أستاذ حامد، كفارة يا بطل. بتقول لصاحب البيت عايز بطاقته يا بقف، غور من هنا. خلاص خلاص سيبه، شكله مش فاهم حاجة. هو في ايه؟ عبيد البيادة يا سيدي، مش عاجبهم الإعلان الدستوري، الرئيس مرسي مجننهم. لا هو صحيح جنن. ربنا يخلي لينا يا رب ويبارك فيه ويحمي لينا. يا حبيبي وحشتيني يا عم. تعالى يا حبيبي تعالى، ورت بيتك. نورت بيتك يا حبيبي. امك نورت يا خفت عني كتير قوي. وحشتني يا حبيبي، وحشتني قوي. ما كفايه بقى يا اما، وربنا ارجع السجن تاني. جبت من بقك ده، انا عامله لك كل الاكل اللي انت بتحبه، عامله لك صينيه بطاطس وعامله لك بط وفراخ بس بس. ايه كل ده وانا ايه من ولادها يا اما؟ يا حبيب قلبي ده اليوم اللي انا مستنيه من سنه يا حبيبي. سنه ايه ده؟ هم كلهم 9 شهور و11 يوم. قال سنه. انت قاعد معانا لغايه ما تاكل يا فريد؟ يا جدي على فكره لو شال هم اكل قوي، على فكره انا ممكن اطلب عادي. لا اطلب لي معاك، اكلها وحش قوي. اشتيني يابا. اهو ابتدينا اهو، هم النسوان كده على طول بيعيطوا، يزعلوا يعيطوا، يفرحوا يعيطوا، كان ماشي تغم بعيد عنك. راجع نفسك اهو يا فريد. والله بفكر يا جدي. بنهزر معاك يا بنت، والله بنهزر معاك يا بنت. واتش إت.